كثيرة هي تلك التقاطعات التي لا يلتقي عبرها ولا يتقاطع عليها هذا العالم العربي من مشرقه حتى مغربه، ولكنها قليلة تلك التي اجتمع عندها دون أن يدرك. يلا تنام ريمة، تلك الأغنية التي رافقت طفولة معظمنا هي واحدة من تلك التقاطعات، أغنية غنتها فيروز فسمعها وفهمها ثم أحبها. كانت تحب الزهور، ولم يكن ينافس هذا الحب على قلب نهاد سوى حبها لجدتها التي كانت تعيش في ضيعة الدبي جنوب بيروت. وعند جدتها كانت نهاد تقضي معظم عطلاتها الصيفية. بيتك يا ست الخيط يا ربي ذكرني ببيت ستي، تبقى ترندح لي أشعار والدنيا عم بتشتي، يوكو فرشات وديوان عتقل باب وهالحيطان داري متل دارا يا ست الختيارة. وفر الأب بصعوبة لتعليم أولاده، فدخلت نهاد المدرسة وفوراً لفت صوتها الانتباه. كانت الأناشيد الوطنية العادية تتحول بصوتها إلى شيء غير عادي. المدرسة كانت نقطة الانطلاق لنهاد حداد، فيروز المستقبل، ثم 4 سنوات في المعهد الموسيقي. بعد ذلك كان الالتحاق بالإذاعة اللبنانية. أغنية عتاب كانت محطة الاحتراف عند فيروز. إلى الإذاعة السورية، فإذاعة صوت العرب في القاهرة. مئات الأغاني وعشرات الأعمال المسرحية والسينمائية والمهرجانات في كل بلد عربي تقريبا ووراء البحار، غنت للمغتربين في أمريكا والبرازيل والأرجنتين.
الماضي كافة. صوتها يأتيك من كل صوب، هكذا سمعها السوداني الطيب صالح. وقال السوري الراحل نزار قباني إنها رسالة حب من كوكب آخر، فيما أعلن الفلسطيني محمود درويش أنها إحدى رسائلنا إلى الخلاص. أما اللبناني سعيد عقل فسمع صوت فيروز وكأن الهواء أتى له به من كل أنحاء الدنيا. وفي إجابة على سؤال عن فيروز قال المصري محمد عبد الوهاب إنها عاصمة أصوات ويبقى هناك الكثير. ما هذا أنا أقول لك أنا شفته هلا. لا هلا لا في غير عرض. آه طيب. Yes. Now. بالكراسي بيصيروا. بيعلم هون. يعني بكل بساطة صوت فيروز لا يوصف. فيروز وهبها الله صوتا لا يوارى، ليس له مثيل في العالم العربي، لم يكن له مثيل، وما زلنا حتى هذه اللحظة نقول ليس له مثيل. يعني هذه هبة من عند الله، صوت سماوي لها. وإنما عندما تسمع فيروز لا تخطئها، تعرف أن هذه فيروز. وعندما يغني آخرون أغاني فيروز تشعر بوضوح إن ما استطاع أن يصلوا إلى مرتبتها بأغانيها نفسها. مدت إيدها على الزمان اللي جاي وسجلته باسمها. قليل الفنانين اللي بيقدروا ياخدوا مساحة الوقت اللي هن فيه ومساحة الوقت اللي جاي لكل الناس. فيروز يعني عادة الصوت بيدور عصيدة ليغنيها، فيروز بتدور عليها القصايد لتصير شعر. ظلم أن نقول صوتها، نحن بالعامة بنقول حسه حلو، يعني صوتها هو هي، بس تغني فيروز بتعطي للكلام معنى ما كان خاطر على بال الشاعر، وبتعطي للجملة الموسيقية بس تقولها مدى ما كانت ببال المؤلف. الشتوين فايق علي
الصوت لما بتاخده بحالته الصافية بدون تسجيل. يعني أنا بتذكر من عدة سنوات قريبة سمعت فيروز بصلاة بعين تورة بدون ميكروفونات بدون موسيقى بدون أي شيء، وكان في حالة من الوجد والنشوة داخل الكنيسة. في تأثير، يعني التأثير العاطفي بالإضافة للتراكم يلي انشغل عليه خلال سنوات طويلة، كونه صوت يرافق الإنسان في كل مراحل حياته خاصة بالصباح. يعني الإذاعات لعبت دور أنه أنت بتفتح عيونك بتسمع صوت فيروز مع فنجان القهوة، فهو صار مثل عنوان متعة، من عنوان فرح، عنوان الهدوء الأول بساعات الصباح الأولى. لازم تاخدها كتير نعمة مش تكون أقوى من آخر شي بعملها هو من ما بنهي أنا. إيه ولكن ألا تحكم هؤلاء بالسيدة فيروز علاقات تتراوح بين الصداقة والعمل؟ فكان جزء من آرائهم تلك امتداداً لتلك العلاقة. معادلة دفعتنا إلى الشارع حيث أناس لم يجلسوا ولم يعملوا ولم يتحدثوا حتى إلى من اعتبروها كقهوة الصباح. ولا يزعل حدا أنا حبيبي. فيروز بتعني لي كوطن، مش إلي لكل اللبنانيين حتى، وحتى يمكن للعرب كمان. فلذلك فيروز إنه أكبر من إنه يعني شخص عادي إنه يقدر يقيمها أو يعطيها حقها يعني. وصوتها صوت ملائكي، مو بس جميل، جميل ومهذب جدا. هي حالة خاصة جدا من الفن، الفن الدافي اللي هو قالوا عنه صوت الجبل أو حضن الجبل زي ما بيقولوا، بس هي حالة خاصة جدا من الفن. دي ما يقعدوا أغاني فيروز وما أغاني فيروز، يعني ما يعوضهم حتى فن آخر. نسمعهم في الصباح أكثر وقت وكهو يعجبوني، نبدأ نشرب القهوة ونسمع فيروز نحس المزاج يبدأ على الصباح عالي العال. بما هذا السؤال الصعب هنا في الصين بالتحديد، أكيد أسمع لفيروز كثيراً، بالعكس أنا أعشق سيدة فيروز وأعشق صوتها، وكثيراً ما ترافقني وترافقني أغانيها في كل رحلاتي، حتى من حبي لهذه الفنانة العظيمة أسميت ابني على اسم ابنها زياد. هي فيروز، يعني ما فيني أقول لك أكثر من هيك يعني. وتخيل أي شيء أقوله، يعني حتى لو كون عم أمدح على فيروز، يعني بخاف يعني تنزع اسم فيروز. كانوا يا حبيبي تلج صهيل وخيل مرق عباب الليل، مرق عباب الليل. كانت أصوات تاخدنا مشوار صوب المدى والنار، صوب المدى والنار. نحن ولدنا على صوت فيروز وربينا عليه. فيروز كانت السبب انه انا اصير مغنية. بتذكر انه امي علمتني غنية لفيروز كانوا يا حبيبي، وكانت الانسة كل ما تسألني اطلع غني كنت غني لهم كانوا يا حبيبي تلج وصهيل وخيل. عشقت فيروز وبسببها احترفت الغناء، فلفيروز مع دمشق قصة جميلة. ثمة من يقول أن مدينة دمشق كانت المحطة الثانية أو ربما المحطة الأهم في انطلاقة السيدة فيروز، ففي إذاعتها وعلى مسرح معرضها غنت وأحيت العشرات لا بل المئات من أغانيها وحفلاتها وأعمالها المسرحية. ولهذه المدينة
غنت فيروز العديد من القصائد، وفيها لم تنسى أن تغني لبيروت، للقدس، لمكة ولبغداد وللعديد من المدن العربية. لبيروت من قلبي سلام، لبيروت وقبل للبحر والبيوت، لصخرة كأنها وجه بحار قديم. صوتها وشدوها. سيدني سيدني على دلاتها الحلوة، سيدني على الأرض اللي ربتني إنسى، على حفاف العنب والتين، سلحني على ترابة ضيعتنا. صوت فيروز اتحد العرب على حبه، أم لعلهم اتحدوا على الإيمان بالقضايا التي حملها؟ أم أن الطفلة نهاد حداد البسيطة الخجولة ظلت تسكن فيروز الكبيرة، وظلت تشعر الناس بالطفولة البسيطة فتتعلق بها القلوب؟ نحن والقمر جيران، لما ضلوا زارنا أنا تردار رشرش المرجان. تسأل شخص عربي تقول له تسمع لفيروز وكأنك تسأله هل تصحو من يومك من نومك يوميا؟ فيروز لم أسمع في حياتي من يسألني هل تسمع لفيروز أم لا. فيروز أصبحت كما أن تصحو من إغفاءاتك يوميا صباحا في كل لحظة. كل أغنية لفيروز عندي معها ذكرى، يا إما تذكرني بشخص، يا إما تذكرني بفترة في حياتي، يا إما تذكرني يعني أحيانا في غالب الأحيان حبيت نقول ذكريات جميلة جدا. فيروز غنت الحب يعني كما المغنين الكل، كما الفنانين الكل، لكنها غنت الأم، غنت الوطن، غنت البلدان العربية كلها، أجمل العواصم العربية. فيروز بالنسبة لي يعني شيء جميل وراقي وملائكي، وأظن أن هذه السيدة النورانية نجحت في أنها توحد حواليها قلوب ومشاعر ناس كتير قوي في هذه الأمة العربية. أصبحت فيروز إذن وبالتدريج شأناً عربياً. في
فيروز حركت الضمير العربي كله. يعني بكفي أنها كانت إشارة البدء بحرب تشرين التحريرية اللي هي نقطة تحول عظيمة بتاريخنا المعاصر، أنه كانت بداية حرب تشرين التحريرية الرمز للمقاتلين اللي اتخذوه هو خطة آدمكم. بتذكرك كل ما تجي لتغيب وجهك بذكر بالخريف، ترجع لي كل ما الدنيا بدها تعتم مثل الهوى اللي مبلش عالخفيف. القصة مش تأس يا حبيبي. كبرت حول صوت هذه السيدة أسطورة هي أشد الأشياء شبهاً بالحقيقة. أنا بالنسبة لإلي أنه بعتبرها للست فيروز بعتبرها دواء للأعصاب حقيقة. إذا كنت كتير مضايقة غير أنه الصبح بسمع لها، أحياناً فترة النهار بسمع لها للست فيروز ما بعرف بتحسسني أنه صرت بمطرح تاني، قد ما بتريح لي أعصابي بتريح لي نفسيتي. أنا والدتي أصيبت بمرض ألزهايمر، يعني فقدت الذاكرة تماماً. الشيء الوحيد اللي بيربطها بالحياة وبالواقع هو أغاني فيروز. الشيء الوحيد اللي بتتذكره هو أغاني فيروز، ويوميا أنا وياها منغني أغاني فيروز. ما بعرف ليش الشاعر طلال حيدر رافقته أغاني فيروز داخل غرفة العمليات لدى خضوعه لجراحة في القلب، وكان ما كان. أنا بعتقد اللي خلصني اثنين، الله وصوتها وإيدين الحكيم وبشأم. قالوا لي، قلت لهم أنا مش معك بشكن تحت صوت فيروز. نحن بالطب النفسي طبعاً بالعلاجات النفسية اللي بنعملها لبعض الذين يعانون من بعض الحالات المرضية نستخدم ما يسمى العلاج بالموسيقى. أنا من الناس اللي بستخدم فعلاً بعض الأغنيات أو بعض الموسيقى الصوتية لفيروز ببعض العلاجات النفسية، خاصة عند الناس اللي ما يسمى يعني ما الذين يعانون عن البحث عن الهوية. فالموسيقى وخاصة الموسيقى الصوتية لفيروز تلعب دور بدورين مهمين جدا بالنسبة لنا للشخص اللي عم يتعالج. أول شيء الرجوع للأصول، يعني الرجوع للأصول بمعنى الانتماء إلى الكلمة. ثانياً الصوت يعطي فسحة جداً دقيقة وحساسة للشخص لحتى يفكر بالأفضل. وكل نجمة تبوح بسرارة لغز الإجماع على صوت فيروز أكبر من أن نفك مغاليقه على مستوى واحد. فهل نجد الجواب في الصين؟ لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي. هذه المطربة الصينية تعلمت العربية لتغني لفيروز، التي قالت إن صوتها كآلة موسيقية تحسه دون حاجة لفهمه. يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. يرفع إليك طرح كل يوم.
اخترت البساطة بالكلمة، اخترت البساطة بالموسيقى، دخلت بيوت الناس ببساطة، كتبت تاريخ وفليت. بهذه الكلمات البسيطة خاطبت فيروز زوجها الراحل عاصي الرحباني، وبهذه البساطة يمكن أن يكون اللغز قد حل. فدون أن ندرك ودون أن نخطط ولا يكون معنا شهادة ولا نكون مطلعين على كتب العلوم والتاريخ والجغرافيا، لكننا نسمع فيروز، نحب صوتها، نحبها. أيوة. الله يخليك، شكرا لك. يا سهلا، احنا جينا كلها على شانكي. احنا جايين من تورنتو. من كندا. جينا لان فيروز راح تكون جبت هاي محتفظه بيها 40 سنه. كان يوم كنت حاضره هني، كان متزوجه جديد لشهر العسل مال ساعي. الله يخليك. يا اهلا وسهلا، شرفنا. يا هلا، تفضل. انا بايه هون. اوكي، يا هلا، باي باي.